انا ما اشوف اكمل الحلقه هذه، احس ما لي دور بهالحلقه يا شاكو، صريح معكم. انا بس راح اقول اسئله وانتم كملوا، يعني انتم اختاروا الجواب صح وغلط، انتم اعطوا حق بعض سترايكات ما له داعي. انا موجود. مساعد رايح للجمهور. حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في كل مكان في الحلقة الثانية من نهائيات كأس الجمهور في دولة الكويت ومواجهة أنا الأمانة شخصيا متحمس لها جدا، لأنهم اثنيناتهم يملكون قصة جميلة. أول شيء أنهم شباب لحد الآن طلاب يدرسون. نروح نبدأ مع اليمين، ولد الشطي عبد الرحمن الشطي، قبل امس راد من بريطانيا، هو يدرس ببريطانيا عشان يصور هذه الحلقه، فهذا شيء يعني لنا الكثير، ومبين ان تحدي 30 يعني في رغبه كبيره ان يكون على الاقل هو بطلها، لان يوم من الايام كان بطل مانشستر نسخه تحدي 30 في مانشستر خاصه للطلاب، عبد الرحمن فاز فيها. فاهلا وسهلا والحمد لله على السلامه. والله اول شيء وايد ناس كانوا معارضين فكره اني ارد، كانوا يقولون ما له داعي ترد ويا عمي خله يولي وما شنو، بس صدق يعني من بدايه القناه واحنا كل اللي قاعدين هنا نتابع القناه هذه، والله يكبر كلنا مشارك. كلنا عندنا حلم انه نقعد بهالطاوله يعني. صلى الله يحفظك. الحمد لله فوزت. بين الدراسه تعبتك لدرجه انك مشيب، كم عمرك انت الحين؟ 21. 21 كل شيبك اكثر من شيبي. والله قبل كلاس قبل يهني مسلم اثنين والله. استغفر الله. روح حق فهد الناجم صاحب القصة الجميلة اللي على فكرة أهلي يشجعونك على فكرة، قايل لك أنا هذا الشيء. قلنا القصة ونكررها، أنه هو كان مو من المختارين في تجارب أداء، لكن مقدم شكوى رسمية ودخل علينا في كل الأرقام اللي نملكها في البايو وفي كل شيء، حتى الإيميل بعد، كل شيء وصل لنا من فهد الناجم، فلفت نظرنا وكلمناه واختبرناه لأن دخل تجارب أداء وكسر الدنيا في تجارب أداء. فأهلا وسهلا يا فهد الناجم. نحب نمسي على الجمهور بالخير إن شاء الله، ونمسي عليكم وإن شاء الله نسوي حلقة تعجب الجمهور إن شاء الله. بإذن الله. جاهزين؟ جاهزين. منو بياخذ سيارة زد نيسان؟ الوالدة تاخذها إن شاء الله. أنت الوالدة راح تاخذها، وأنت بتاخذها حقك ولا بتعطيها حق أحد؟ الوالدة بعد. الوالدة؟ حس الله يطول بعمرهم ويحفظهم. قبل أن ندش تذكير، أي أوتفيت وين تلقاه؟ تحت في الديسكربشن في بوتيك أخوكم مساعد. وندخل الحين بالفقرة الأولى بشكل سريع. ليش بشكل سريع؟ أنا مو مستعجل. لا مو بشكل سريع، عادي. ماذا تعرف؟ ادخل عادي. السؤال الأول، اذكر لاعبين بدأوا مسيرتهم في نادي برشلونة أو ريال مدريد من عام 2000 حتى الآن. أوكي. يعني لما يكون ريال مدريد كاستيا عادي، برشلونة بي عادي، المهم بدأ مسيرته في هذا في برشلونة أو ريال مدريد. نبدأ على اليمين عبد الرحمن. أونانا. مارك كاردونا، ناشئ حيل صغير. منو هذا؟ لاعب ناشئ ما حد يعرفه أتوقع. بس أنت. أي. تدري موجود في فيفا قبل. أي. وبس أنت تعرفه؟ أي. يقول إيه بس أنا أعرفه. بيكي. ريكي بويج. جيرارد دي لوفيو. دو سانتوس. بوسكيت. بالدي. جافي. نيستا. بدري. بدري ما اي من لاس بالمز برشلونة. فعبد الرحمن راح ياخذ سترايك 1. فيرمين لوبز. بارترا. جوتوغلا. منو هذا؟ لاعب راح كلوب بروج. تبينا نراجع وراه ولا؟ لا اعرفه اعرفه. تعرفه؟ اوكي تفضل. كريستنتيو. كريستنتيو. نقول ما شاء الله لا اله الا الله، شو اعطيتك عين؟ لا لا، اليكس كويادو. تشابي الونسو. تشابي الونسو؟ من ايبار. شلون؟ رايت تو عبد الرحمن. اوريال. تراك انت من ايبار بعد. اعرف. اعرف. اوريال بوسكيتس. منو هذا؟ محور كان. صح احمد؟ زين سيرجيو روبرتو. نقول توبياس ظهير يمين ريال مدريد. موجود والله لاعب. اوكي اوكي خلاص زين صدق. زين. لوبز القلب. ايكاردي. منو ايكاردي الحين؟ مال برشلونة. ايكاردي. وين برشلونة؟ كان ناشئ عندهم. برشلونة؟ اي والله لاعب عندهم. الموعد يقرر ان هذه اللي جابت تكون ترجع الى البار، مو عبد الرحمن قرر الموعد. ايكاردي ويا ميسي وبويان. صح؟ اي. ادامة تراوري. بويان. ميسي. ما دخلت على مدريد. غوارديولا. برشلونة برشلونة. منير الحدادي. منير الحدادي. ترى شباب هو قال له صح مو انا. انا ودي اشك في الموضوع بس فهد ناجم قرر انه يكون صح فمش. جوريال بكام مع الاكاديمية بعدين راح فالنسيا. ساندرو المهاجم. راميريز قصدك. الاورجويان. اي صحيح. لا لا والله انا موافق والله. ما عندي ما راح ازعل يعني. كارفاخال قبل لا يروح. اوكي قبل لا يروح. كاسياس. فيكتور فالديز. ب
بينتو بيبرينا فايخو 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 قلب الدفاع فران غارسيا ميراندا باك يسار برشلونة صح اخوان صح اجابته راح شالكا وريال بيتيس والله ما راح اتفلسف على المشاهدين انا ما اعرف هذا اللي قاعد يقولونهم ما ادري من هذا جوردي ماسيب حارس مرمى كان راح بلد الوليد صح. اوكي مريبل مريبل الوسط اللي راح لايبزيغ اي صح هذا قاعد يشرحون حرام هذه القرع مو ضد بعض والله العظيم يا ويلك يا سلمان في لاعب بمدريد اسمه التيوب اتوقع يعني كان بالدرجه الثانيه حارس مرمى يعني نرجع اكبر ولا تتوقع ولا متاكد انا متاكد بس عادي رد لا متاكد لا خلاص يامال باس ان شاء الله صح بويان ذكر سترايك 3 عبد الرحمن ياخذ النقطه تكون صفقه كبيره حقه يا جماعه واو فهد واو حتى انت عبد الرحمن ترى مو طبيعي ما شاء الله اليوم خامس يوم رمضان وبالعيد ابي اسافر مع اهلي ابي اخذ شوي فتره نقاهه عشان ارد لكم تحدي 30 بقوه الوطني قالوا لي الوم ساحب في خصم 12% على الخطوط الجويه القطريه عاد بيطلع الباركود بس سوي الباركود هذا سوي له سكان يلا سوي له سويت له راح يوديك دايركت على بطاقه اسمها الابيوس هذه البطاقه مجرد انك تحجز على الخطوط الجويه القطريه مع الكود اللي بيطلع لك خصم 12% عمليه حسابيه انت بتسافر مع اهلك وتذاكر 3000 4000 دينار 12% خصم يعني وفرت تقريبا 500 دينار حطيتهم بجيبك لك انت تخيل الفايده الثانيه هذه البطاقه كل ما تحاسب اي دينار داخل الكويت 3 نقاط برا الكويت 5 نقاط يعني انت قاعد تجمع اميال على القطريه بلاس خليت خصم 12% خامس يوم رمضان العيد قرب هذا انسب وقت انك تحجز الحلول بالبطاقه انها بريبيد مسبقه الدفع اصفار انت اللي تعبيها وشكرا قول لي شنو ناطر أنا اللي صدمني التعليقات واحد يقول هذا ولده أبو سروال والثاني يقول ولده شكناني أنا ما أشوف بكمل الحلقة هذه سؤال الثاني اذكر لاعبين أرجنتينيين سبق وأن لعبوا في دوريين من الدوريات الخمسة الكبرى عبر مسيرتهم تقدر تذكر أو لا ما تقدر تذكر خربطوني من ذكائهم تفضل ماسكيرانو أقول لي الدوري وهذا والدوري الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني ميسي إسباني وفرنسي زابالتا الإنجليزي والإسباني بعد دي ماريا فرنسي والاسباني موساكيو الدوري الايطالي مع ميلان والاسباني مع فيريال ايكاردي اسباني وايطالي فرنسي ايوه هم صح غونزالو مونسييل مع نوتنغهام ومع اشبيليا هيغوين سيرجيو روميرو لعب مع سامدوريا ومع مانشستر يونايتد اغويرو ماركوس روخو مع مانشستر يونايتد بالدوري الانجليزي و اتوقع استرايك انا ناطر تقول لي سترايك انت ايه قول سترايك سترايك وين بعد تيفز كريسبو فيرون بالاسيوس مع شو اسمه مع الدوري الايطالي واكيد لعب برا للحين يلعب عمره 36 اتوقع نرجع حق الفار يا جماعه الله يعيننا على هالحلقه رودريجو بالاسيوس خلص بعد ما رجعنا الى الفار فهد الناجب سترايك 2 دومينغيز بولونيا صح عندك شو اسمه فكر عن الإجابات يضيع وقت على الفاضي روميرو كريستيانو روميرو مع انت اللي ذكرته ما قلته لا سيرجيو روميرو انا اسف فيلز مهاجم اشبيليا وتوتنهام اي راح يعاره صح شو اسمه اسمع شوف بتخلص الحلقه فويث ماسكيرانو ليفربول قلته ذكر صح سترايك 1 عبد الرحمن رودريجو دي بول باس 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 ايه عرفت واحد اوكي ثلاثة اثنين واحد سترايك 2 روبرتو بيريرا لعب بيوفنتوس ولعب مع واتفورد اوكي صح ثلاثة اثنين واحد سترايك 3 النقطة الثانية لي فهد الناجم 2-0 انا كنت بقولها بس تورطت انه لعب بالسيتي قال لك سولف انت باكر نشوفك شو وضعك سلمان شوف باكر شو وضعك اليوم سلمان والله لي صلاة الفجر تقعد يدرس اوكي نروح حق السؤال الثالث اذكر لاعبين سجلوا على المنتخب الارجنتيني والمنتخب الفرنسي في كأس العالم الاخير في الدوحة سالم الدوسري اوكي كيليان امبابي الشهري ميسي سجل على الفرنسي ويغهوف استاذ الارجنتين الفارس سجل على فرنسا راح ياخذ سترايك 1 فهد الناجم دي ماري باس هاري كين بلنتي سلمان الفرج لا غلط سترايك 2 سلمان الفرج الشوط الاول تعور بين الشوطين وطلع بس ما لعب كله الخزري الورطه مع فرنسا نسيت مع من لعبوا 2 1 سترايك 3 فهد الناجم وصفقه حق عبد الرحمن النقطه الاولى
تو الناس صح. السؤال اللي بعده، اذكر قائمة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في موسم 2009-2010 فقط. نبدأ عند فهد الناجم، هذا آخر سؤال في ماذا تعرف، تفضل. 2009-2010 نقول روني غاندرسار إيرفن إيروين أو إيرفن، وين يلعب هذا؟ مانشستر يونايتد ظهير يمين. مو موجود؟ أيوة كيولن. سترايك وين فهد الناجم؟ ريو فيرناند. فيديتش. إفرا. تشيريتو. سترايك 2. تشيريتو غلط. كارك. ليش رايح على الصعب؟ انت سهل. سكولز. اي سهل. بارتيسون. جيجز. اقول رافائيل. هذا انا متاكد انه موجود. انطونيو فالنسيا. اوكي خلاص حاضر حاضر. بقول مهاجمين ناني. كارلوس تيفيز اكيد كان مع السيتي او يونايتد يعني. صحيح. يعني. بقول جوهر. بواتينج. صح. ريتشارد. ثلاثة. اثنين. باس. فيل جونز مو موجود؟ بعد ما رجعنا للفار فيل جونز خطأ، ففهد الناجم راح ياخذ سترايك 3 ويعادل عبد الرحمن الشطي 2-2. يستاهل 2-2. مواجهة من نار. خلصت الفقرة الأولى، ندخل الفقرة الثانية، فقرة المزاد. وقبل أن ندخل المزاد كالعادة، فاموس شركاء النجاح، تبي هذا؟ اي تفضل يلا افتح التيشيرت وسولفوا عنه هنشوفه. خلاص صار مرجع والله العظيم، اتوقع اي واحد بالوطن العربي يبي تيشيرت اول شيء راح يدش عليه فاموس صح؟ شركاء النجاح بعد ما يبي لا والله العظيم مو اشمره خلاص اي احد. اوه هذا شكل التيشيرت عريق، بلش هني شوف الأرجنتين. هذا الارجنتين مارادونا 94 صح؟ مارادونا ايش رايكم فيني تكفى؟ مارادونا ما كان موجود 94 حاضرين. مارادونا مو موجود 94. شلون مو موجود يوم صادوه منشطات ما كان موجود. معين منشطات. فهد الناجم لو سمعت. انا ما تعرف. المهم هذا التيشيرت عريق، حطوا لنا احتفال اللي هو رايح حق الكاميرا ويسوي شيء من هني صادوه انه عنده منشطات. فهد الناجم اوه تيشيرت برشلونة يا بختك يا محظوظ. تيشيرت التمرين هذا او التدريب صح؟ او التسخين حتى تيشيرت برشلونة. يعطيكم العافية ملبوس العافية مشكورين يا فاموس. تفضل محمد حط أغراض الناس. السؤال الأول رد حق أجواء تحدي 30 ونبدأ من فهد الناجم. باستثناء أندية الدوريات الكبرى الثلاثة يعني أسبانيا إنجلترا إيطاليا نو، كم اسم لاعب يشارك في دور 16 هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا تقدر تذكر في 30 ثانية؟ واحد يعني الألماني والفرنسي كيفك، أهم شيء انجليزي اسباني ايطالي، لا عندك الماني فرنسي دوريات ثانيه كيف برتغالي فيه اعتقد 10 11 12 13 14 روح 14 يروح لعبد الرحمن ومستغربه منك توقعتك تصعد. الوقت جاهز 3-2-1 تفضل. دوناروما ريكو موكيلي حكيمي ماركينوس سكرينيار مبابي سولير فابيان امري الوسط دانييلو بيريرا و دانييلو بيريرا باريس وبا تخيل اطلع باريس خلاص ضعت بورتو اولمو انتهى الوقت ودش على بورتو بيبي مثلا ضعت والله باي ميونخ وانت ايش فيك ما صعدت استغربت وقعتك تروح ما ناسي ناسي كل شيء والله صعب لكن خذ النقطة وانت ناسي 3-2 اي هذا طالع يا جماعة صح ما يتعدى عدوك ترى صار عليها خصم ترى والله مو اعلان والله كانت 20 دينار الحين اليوم رحت خذيتها من ايكي ب 10 دنانير خير نص سعر من كثر ما نشتري منهم المهم نروح حق السؤال الثاني ويتقدم فهد الناجم 3-2 كم اسم لاعب شارك في حقبة الثمانينات وما قبل أبيض وأسود تقدر تذكر في 30 ثانية معلومة لاعبين غير عرب واضحين غير عرب يعني رابح ما جرى غلط إذا لاعبين عرب لاعبين يلعبون برا محترفين في أوروبا أوكي عادي إيه أوكي فضل 5 10 11 12 13 14 15 ما أعرف 15 نقول 16 وايد أسرع يا عبد الرحمن
رافع روح 16 يروح فهد الناجم لأول مرة نشوف فهد الناجم في المزاد. أهلا وسهلا بك في بقرة المزاد. 3 2 1 تفضل. مالديني، باريزي، سكيلاتشي، عندك أوكي كارلوس ألبرتو، بيليه، غارينشيا، زيكو، أودي، باولو روسي، روسي حارس ميلان، كريستيان بروكي. انتهى الوقت. انت ليش رايح على صعب؟ مدريد اللي قبل كريستيانو وبوشكاش وكذا، سويت فيديو عنه. طب استوعبت ان السؤال سهل تصدق؟ 3-3 ياخذ النقطة عبد الرحمن، برافو عليك. نروح حق السؤال اللي بعده. كم اسم لاعب من أندية الدوري الإنجليزي والإيطالي، يعني يا هذا يا هذا، سبق وأن سجلوا في نهائي دوري أبطال أوروبا؟ تقدر تذكر ب 30 ثانية، يعني سجل وهو يلعب في نادي إيطالي أو نادي إنجليزي. عبر التاريخ، عبر التاريخ، تفضل. 5 6 7 8 8 9 10 11 كمل كمل. لا والله كمل لحظة. 11 قلت؟ اي 12 لاعب سجل بالنهائي انجليزي او ايطالي. وين وصلنا 12؟ اي بعد لازم يلا. يروح. يروح؟ يلا 12 3 2 1 تفضل. صلاح، اوريجي، ماني، مالديني، كريسبو، انزاغي، عندك فان باستن، نهايات انجليزيه، نهايات انجليزيه، دروغبا، مانشستر يونايتد، روني، تشيتشاريتو، هاري كول. انتهى الوقت. سيتيزن كريستيانو. تشاريتو غلط. نقطتين ضيعتهم بلاش صراحه. السؤال اللي بعده يقول كم اسم لاعب شارك في مونديال 2002 اللي هو في كوريا اليابان و2006 اللي في المانيا؟ تقدر تذكر ب 30 ثانيه. 10 11 12 13 14 2006 2002 15 16 17 روح. ليش والله توقعت انا ثلاثينات راح يدشون الرقم. 17 3 2 1 تفضل. سيلفا، كافو، روبرتو كارلوس جونيور، لوسيو، جيروتو سيلفا، كليبرسون، رونالدو، رونالدينيو، ريفالدو، بوفون، زامباروتا، غروسو، كوستا كورتا، وماتيرازي، كانافارو، بيرلو، غاتوزو، ديناتالي، توتي، كلوزا، كان. انت خالص ترى من زمان. خالص؟ اي صعب قوله يا جماعه يستاهل. رقم عالي يا جماعه، ولا مونديالين تخيل. انا حطيت ببالي ايطاليا يعني والبرازيل. 64 فريق، والله اضرب كم فريق فيه 25 لاعب، وايد وايد. اروح حق الناس. السؤال اللي بعده اوكي وكاتب صعب عليه. كم اسم لاعب اسباني لم يحقق كاس العالم عبر مسيرته تقدر تذكر ب 30 ثانيه؟ حالي معتزل كيفك. 5 6 7 10 14 15 16 17 18 اسرع 18 19 روح 19 يروح. 3 2 1 تفضل. كيبا، سايمون ديخية، روبرتو، وباو توريس، ولابورت، واسنسيو، وبيدري، وجافي، واسباس، وجيرارد مورينو، وادام تراوري، وجيرارد ديلوفيو، وسانشيز حارس تشيلسي، وروح على اولمو، وروح على ريكي بويغ، وروح على ميراندا، وروح على بارترا، وروح على ميراندا بارترا، وروح على فاييخو. نروح حق النقطة السادسة حق عبد الرحمن. سهل سهل، برافو عليك برافو عليك. فقرة المزاد هي تخصص عبد الرحمن في هذه الحلقة، برافو عليك. نروح حق السؤال اللي بعده. كم اسم لاعب في كأس العالم الأخير اللي في الدوحة أيضا عمره كان فوق 30 تقدر تذكره ب 30 ثانية؟ فهد ناجم. 6 فوق 30
7 8 9 10 11 روح 11 يروح 3 2 1 تفضل. مارتينيز، أكونا، ميسي، دي ماريا، بابلو غوميز، لوريس، وليفاندوسكي، وسالم دوسري، روح على مودريتش وراكيتيتش وبروزوفيتش. كمل و... انت خلصت 11 وفي اغلاط. كمل. لوفرن، فيدا، فرسالكو، روح على بونو نصيري. خلاص يستاهل 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 يستاهل. النقطة السابعة والفارق 4 نقاط أصبح بين عبد الرحمن وفهد. تدي تقدر تجيبه فهد، فلا تتحبط تو الناس. عندنا باقي 3 فقرات مو فقرتين، وعندك المزاد لحين ما خلص تقدر تجيب فيه نقطتين بسؤال واحد أو 3 نقاط بسؤال واحد أو حتى 4 إذا تروح بالأربعينات. السؤال اللي بعده، كم اسم لاعب تواجد في البريمير ليج 8 مواسم أو أكثر عبر مسيرته تقدر تذكر في 30 ثانية؟ عبد الرحمن. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 روح. 13 روح يا طيب. هذا النادي مستمر على نفس التكتيك. 3 2 1 تفضل. بانكس، هارت، كول كول كول، ولينكر، واوين، وويلسون، وغاري، وميلنر، ولالانا، وسمولينج، وجونز، وروني، ولوتن بينز، و لوتن بينز، ونقول هندرسون. تواصل 16 بس احنا مخلينك عشان اذا في اغلاط او شيء كمل. بوبي تشارلتون، الوقت، بيكهام، هارغريفز، مكمنامن. ترى انت تخوف كامل. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله. 8-3 والفارق أصبح 5 نقاط. ونروح حق السؤال اللي بعده، كم آخر سؤال في المزاد، كم اسم مدرب تمت إقالته أو خرج من النادي، يعني هو استقال في آخر 3 مواسم من الدوري الإيطالي والإنجليزي تقدر تذكر في 30 ثانية؟ 3 4 إنجليزي أو إيطالي. 5 6 7 8 9 10 11 روح. 11 نفس التكتيك. تعطيني غلط يا فهد. 3 2 1 تفضل. فييرا، روي هوتسون، بينيتز، انزاغي، جراهام بوتر، لامبارد، رالف، شو اسمه؟ توخيل. إيطالي. بيرلو. نقول ساري. نقول كونتي. نقول مورينيو. و انتهى الوقت. أنت جوابك 12. شنو في اسماء قد يكون فيها شك؟ ساري أكيد غلط صح؟ موجود للحين بس ما تمت إقالته ولا طلع من النادي. يقصد من يوفنتوس. طلع من متى اي موسم؟ لا لا قبل لا 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 قبل كان وقتها بيرلو مدرب. قبل بيرلو هو. اي زين هذا واحد غلط. اذا في اسم ثاني غلط النقطه بتروح لفهد الناجم. فهد الناجم عندك شيء؟ لا مع الاسف. خلاص وتروح النقطه لعبد الرحمن. 9-3 ندش على الفقره الثالثه، فقره الجرس. تذكير لي مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، لا الجرس، نذكر بالقوانين. فار في كل سؤال، زر ريد بول موبايل بايزين مره واحده فقط وهو زر المساعده. جاهزين؟ السؤال الاول، في نهائي كاس انجلترا اذكر اخر فريق استقبل 6 اهداف في النهائي. ساوثهامبتون. خطا. نادي انجليزي يلبس اللون الأصفر في موسم 2019. أصفر 2019. 5 4 3 ليدز.
ما يلبس اصفر ليدز يلبس ابيض. وبرهاتو واتفورد. واتفورد راح على جزر المساعده. السؤال الثاني، باستثناء موناكو وبرسيليا اذكر نادي اخر. ليل. خطا. اذكر نادي اخر بالدوري الفرنسي يبدا اسمه بحرف الميم. موناكو. غلط. قلنا باستثناء موناكو. أوه. الله يسامحك راحت عليك نقطه. أوه. سهله ابو فليومز. السؤال اللي بعده، من هو اخر لاعب انجليزي انتقل الى نادي بايرن ميونخ؟ 5 4 3 من توتنهام. داير. صحيح. وياخذ النقطه بزر الموبايل باي زين، زر المساعدة. السؤال اللي بعده، في هذا الموسم من الدوريات الخمسة الكبرى يوجد فريق واحد فقط لم يخسر حتى الآن. ليفركوزن. صحيح 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 صحيح. 11-3 لعبد الرحمن. والآن دخلت مرحلة الخطر يا الناجم. السؤال اللي بعده، بعد خروج غوارديولا من برشلونة، لازم تخاطر، من المدرب؟ تيتو فيلانوفا. ايوه قاعد اقول لازم تخاطر، لازم تخاطر خلاص. السؤال اللي بعده، من اللاعب الذي يرتدي الرقم 8 في نادي توتنهام؟ 5 4 3 2 1. صحيح. برافو عليك برافو عليك بيسوما. السؤال اللي بعده، اذكر اخر نهائي في كأس انجلترا كانوا الفريقين من نفس المدينة. قول لي متى؟ موسم طاف يونايتد وسيتي. صحيح 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 صحيح. 13-4. السؤال اللي بعده، حاليا من هو الاوكراني الوحيد في نادي سنشينكو؟ خطا. انا تعمدت اسكت. ريال مدريد. لونين. اي بعد أعطى نقطة. السؤال الأخير في هذه الفقرة، قبل نادي نيوكاسل من أي نادي تم شراء اللاعب أنتوني جوردن؟ إيفرتون. السؤال حقه أشكره. خليته آخر واحد، خليته آخر واحد، بس أنت تعرف المعلومة أكيد وأنا أعرفها، بس جيت أطق الجرس بس أقول طق الجرس. هذه المشكلة يا ناجم، أنت شايف البرنامج تعرفه. كم النتيجة؟ 14-5. واو، يعني فهد 9 نقاط احتمال، والمتوفر 10. تخيل. دوس. انت الحين دوس، روح حق الفقره اللي بعدها. تعال شنو سموها الناس احنا صورنا على طول مباشره بعد الحلقه ما ادري يعني خلاص راح تثبت مستحيل. اصبر عنك راح تثبت مستحيل. فقره المستحيل دخلني. نروح على السؤال الاول، احط نفس القوانين بس بدون هذا الزر. في كاس العالم عام 86 مباراه المركز الثالث كان بين فرنسا وبلجيكا، من سجل او بلاتيني؟ بس هذا جوابك؟ المفروض يزيد. من سجل اهداف بلجيكا؟ اقول لك فقرات المستحيل نعطيك فرنسا. 5 4 3 2 1. يلغى السؤال. يان كيولومانس ونيكو كلايسن. السؤال اللي بعده، من دور الاربعه في كاس الملك، كاس ملك اسبانيا عام 2015 بالباو اخرج من؟ ريال مدريد. خطأ. دور نصف النهائي. اي كان بالباو وفريق. 5. ريال بيتيس. خطأ. اسبانيول. سؤالي بعده، في نهائي كأس العالم، في نهائي كأس العالم للأندية عام 2009 برشلونة قابل من في النهائي؟ انترناسيونال. خطأ. فلومينيزي. خطأ. الجزيرة. خطأ. استوديانتس لابالتا الأرجنتيني. لعب في لوتارو قبل الله يروح الانتر. اوكي. السؤال اللي بعده، اوريك فقرة المستحيل. في يورو 2008 من كان هداف المنتخب الروسي؟ ارشفين. يورو. ارشفين. خطا. 5 والله ما كنت بالي. 3 2 1. مهاجم توتنهام السابق رومان بافاليتشينكو. السؤال الاخير في فقرة المستحيل يقول، في دوري الايطالي عام 2009 اذكر احد الفرق الهابطة. نقول فينيسيا. خطأ. نقول جنوة. خطأ. تورينو، ريجينا وليتشي. وخلصت فقرة المستحيل وندخل على فقرة التعويض.
النتيجة حسمت لي عبد الرحمن الشطي، لكن هذا ما يمنع أن نكمل الخمس لاعبين بشكل سريع عشان نعرف النتيجة النهائية. لاعب الأول هو لاعب حالي بدأ مسيرته في كريستال بالاس مانشستر يونايتد، ويساكا. صحيح، نقطة لي عبد الرحمن الشطي. لاعب الثاني، لاعب حالي بدأ مسيرته في بازل السويسري مانشستر. شاكا ابو سروال. استعش ستة. اللاعب اللي بعده هو اللاعب الاخير في هذه الحلقه، لاعب حالي بدا مسيرته في يودينيزي امبولي يودينيزي نابولي. لوبوتكي. يودينيزي نابولي يودينيزي يودينيزي امبولي يودينيزي نابولي. لوبوتكي، يا سلام. بعدين راحت من الكره جويدا. يا سلام. بعدين في لاعب منو نسيته، وفي ثلاث لاعبين قال اساميهم. فارس عوض. كابتن الكابتن دي لورينزو. لا لا، شو اسمه الوسط هذا؟ انتهى الوقت. زيلينسكي. زيلينسكي. ايه. يا سلام. نسمع صفقة حق عبد الرحمن الشطي. يستاهل. يستاهل. الف مبروك شطي، شرفتنا ونورتنا. مشكور على حضورك، مشكور على عنوتك من بريطانيا وانك وثقت في البرنامج واحبك لهذا البرنامج، فتفضل هذه كاميرتك وعندك الكلمة. والله بصراحة ما توقعت اني افوز. والله صراحة يعني. بس إن الحمد لله يعني الخصم كان حده صعب صراحة، وحتى أول جولتين أنا قلت بس قفل علي خلاص هل أطلع بحلقة حلوة، بس ما توقعت أردها يعني. والله ما شو أقول يعني، بس إن الحمد لله. هل أقول لك شيء؟ ترى أنت حيل كويتي. حيل حيل كويتي. فهد الناجب، أقسم بالله العظيم لو إن عندي القدرة يعطوني إياها الحين إني أرد بالزمن شوي راح أغير القرعة عشان ما بيك تطلع. وراح يكسر من الباجي. والله لا يعني اعطيك فرصه ثانيه. هذا الود ودي يعني. لكن الحمد لله قوانين ممكن شوي نسوي استثناءات تجارب اداء، بس هذه الطاوله مستحيل لكن اقسم بالله انك شرفتني ونورتي واسعدتني واني انا احبك. اني انا احبك بشكل شخصي يعني. والله فهارد لك الخساره، وهذه كاميرتك وهذا المايك. نقول الحمد لله يعني. نشارك ان شاء الله بالسيزون الثاني، كان خصم كبير ما شاء الله عليه، بدع والله. ومع انه يشجع ايفرتون يعني ممكن تقول ما يعرف ممكن، بس لا ما شاء الله، وان شاء الله فالك البطوله باذن الله. طبقة حق الاثنين يا شباب. شلون؟ نشوفكم ان شاء الله في المواجهه القادمه والحلقه القادمه. في امان الله. ما شاء الله، عشان تقول اعطيتكم عين. ها ما شاء الله. عبد الرحمن، كم اسم لاعب شارك في حقبة الجالاكتيك؟ انت درست عربي انت صغير. لازم اقرا السؤال كل مره قبل اسال، لان معد ثقافه فرنسيه. كم اسم لاعب؟